يقول هات والله العظيم هالبر الرحيم ما نقبل بحوثي كل العنصري ابني ما قري ما نقبل بحوثي والحوثي مصمم والقاتل مهنجم والسارق معلم ما واحد يقول بوم أصحاب الصراخات والمسكين خاف من حوف الأكتاف يا أصحاب الشعارات غابة ومفرغة مليون وخمسمائة ألف ريال حقك حيوصلك بما أنك وصلت إلى مكتب أنصار الله هذا المكتب الذي أسس على العبد والمساواة الآن رسلنا عسكري حيجيبه اتخيل أنه أنا سلفه وكل يوم أتصل له ولا يرد وأجي أدوره ويقول ما بحدوا وأجي لعندهم للبيت ما بحدوا الآن هو بيعمل في الدور السادس أو السابع أشترى سيارة يوميها عزايم الكلام هذا كله معك ما يثبت ما يثبت معي ورقة أنا معي ورقة إذا أنا وريتك أول الورقة خلاص خلاص بأعرف إن شاء الله ما تخرج من هذا المكتب الذي أسس على العدل والمساواة وعلى المساواة كأسنان المشط بين البشر كلهم أنا عجبتني المحاضرة حقك حق المرة الأولى شفت شوف هذا وأنا بدون تحضير كذا جيت على طول ما شاء الله تبارك الله أنا شوف أنا من الحرب الأولى وأنا أنت من أنصار الله يعني معنا أنا من أنصار الله أنا شاركت في الحروب الخمس وهذا أدعى لإدامة العدل والمساواة لأن كل أنصار الله عندنا سواء ما في أحد أفضل من أحد لأن إحنا في جبهة واحدة ضروري نكون مجتمع نموذجي للآخرين في العدل والمساواة حقي مضمون جدا ما تخرج إلا بحقك بس هو أيضا هو من أنصار الله أنت ما سألتني هذا السؤال هو أكيد من أنصار الله من أنصار الله ولو احنا هذا ادعى انه يدفع كيف احنا بنواجه يعني حرب لابد يكون احنا بين سلبين نعم قسما بالله اني معجب بك زياده ومعجب انصار الله ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام حياك الله اخي المؤمن الرائع نعم استدعيتوني صح هذا هو وهذا هو ذي عندها انا كم قد اتصلت لك عيب عيب الحق خلاص 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 وصل الى المكتب ايش فيك يا هذا حق الكاتب جلس هذا طيب يطلع هنا مش مشكلة أنا مش كم كذا اتصلت لك يا أخي حيب عيب تأخذوا حق الناس بس أنا بكلمه بعد أنت جيت تشتكي عشان العدل الأساس إحنا بنقيم العدل مش أنت ولا أي واحد يا ابني هل لديك في ذمتك لهذا الإنسان مليون وخمسمائة ألف شوف أنا كلامي واضح طيب أنا أوضح لك يلا شوف بسرعة أقول لك وضح لي هل لديك عنده أكيد مو عنده يا أخي الله يعترف يا أخي عندك ولا مش عندك ولا مش عندك شوف أنا أشتي أوضح عندك ولا مش عندك أنا أشتي أوضح لك تكلم عندك ولا مش عندي ما عندك عندي عندك مليون وخمسمية أيوة يلا ادفعها الآن معترف إن عندي مليون وخمسمية إيش فيك ادفعها يلا بس ما نشفي شيء إحنا كلنا بعدل ومساواة إحنا قدوة عند الناس عندما يعامل أخوه في أذان العشاء أذان العشاء وحنا عند الرجال اسمع المفروض أنه عادل ومساواة ما الأذان أذان ما شاء الله تبارك الله المفروض بيننا الجنة شوف يا أبو من؟ أبو أسامة يا ابني أنا أشتري هل هذا أيوة أنا أشتري تفهمه أن إحنا لازم نكون قدوة أحنا قدوة إحنا أنصار الله إحنا جينا من أجل إدامة العدل شيء مهم والله لو كيف ما كان هتدفع الزرط هتدفع الزرط لا تقاش هنجمه وزنط أيوة. هذا مكتب انصار الله أص انا اتكلم انا اتكلم اشتي اوضح لك لا توضح عشان تدي الزرط وبعدين وضح مهما كنت ومن كنت هنا عدل مساواة بس يا اخي تمام اختلفنا اشتي بس عندي نقطة مهمة جدا ما هو ضروري اوضحها لك ما هو يا اخي يدي زرط الناس الحمد لله نحن ايوه دحين ما تخرج الحكا يعني لا تضحك عشان اسحبك على وجهك لما تيجي اصلا ما بش عندي ما هو ما بش عندي عندك ما يثبت عندك ما يثبت ايش فيك قدك ناسي منكر على المدعي والبينه على المنكر اليمين قسما بالله ما عندي ريا اعوذ بالله ما شاء الله استغفر الله عندك ما يثبت ها اقرا
والله لا تدفعها، والله لو كنت من كنت انا حد مساواة. خطاك هذا، خطاك هذا، خطاك وري يا اخي رد خطي. طيب عندي وفي ذمتي مليون وخمس، مليون وخمس، مليون وخمس، مليون اتقي الله هذا المبلغ كله الوقت اربع الطلب. سنوات ما قد صدقتهاش الوقت الطلب، الوقت الطلب، والله انه رجل صبور و العدل اساس الحكم. والله انت يا غصب عنك. انت احمد صالح عماد؟ نعم. هلا ليش اوضح لك من اول؟ ايش يقربك عبد العزيز صالح عماد؟ هذا اخي سالك بالله وصالح عبد القاسم العماد هذاك قريب انا والكل. يا الله وليش ما تضحك؟ الله يهديك ويسامحك. انا ايش اكلمك وانت يا الله سامحني سامحني. تفضل تفضل والله. لا لا رجال مكانك. تفضل ابدا والله ما تجلس الا على هذا. اسالك بالله تجلس عليه. تجلس تقول لي سامحنا والله يا اخي اللي ما يعرفك وما يثمنك والله. لو كان حياك الله بس يعني الله حياك الله حياك الله. حاولت انا اوضح لك حاولت. والله العظيم ما انا داري قسما بالله ما شفت الا من الاسم هذا. لا لا ابو اسامه. نعم. المساواه. ايش؟ المساواه. مساواه بيني وبينك، بين البشر العاديين هؤلاء الله عز وجل اختارهم. والله فضلهم. يا مليون و500 ذي عنده. ما بيجمعك ما يثبت. فهذا ايش هذا اثبت؟ هذه ما لها اي قيمه وجود هذا الرجل العظيم. هذا من 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 من, من, من الاولياء اللي اختارهم الله. انا شاركت في الحروب الخمسه. انت شاركت؟ هذا والله ما شارك في حرب ولا خرج فيه. انا بين ادعم. انا دعمت ودت وعيالي ودت كل ما املك للانصار الله. احنا نقدم ارواحنا من اجل عيشوا هؤلاء. ابو اسامه اين العدل والمساواه؟ العدل والمساواه بيني وبينك، لكن هؤلاء الله رفعهم، كيف احنا ننزلهم؟ مليون وخمس. ولو مليون وخمس، مليون وخمس ما فعلت. سير صالون غاد على الشارع. قالوا صعبه وانا. سير صالون؟ انا طرحت عيالي في سيارتي يعني انا ما ارتحت لكش من اول ما دخلت. يعني وين السياره وعطيت انا عيالي في سياره في سيارتي ما ايش هذه في الشارع. ليش توقف سيارتك في مكان غلط؟ يلا اسحبوها. هذا احنا صالون بيضاء، صالون بيضاء. هذه سيارتي سيارتي سيارتك. خلاص خلاص لا تسحب ولا احد. لا تسحب. لا 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 تسحب. والله خشي فيه بس وقفها في مكان خطأ بسببك، لانه لو ما انت جيت اشتكيت ما كان شيء اصلا. ولا لكن احنا هانا سيارتك هانا وانت هانا. زلطي انا ما نش في هذا الموضوع. ما هو زلطك؟ عنده مليون و500 انه كيف يعني ندي زلطي وخلاص يعلم الله. وبعدها فيش كان يصرفها عزايم؟ سالف ان كان يصرفها عزايم للناس اللي بيجاهدوا الذي بندعمها انا وهانا وهانا بنشوف المجاهدين هذا ما نصرفها كذا عبث. بدخ تسمح لي؟ بدخ تسمح لي؟ تفضل اقبل راسك. هذا من الداعمين للجهاد، هذا الذي طرق وقته وجهده. يا اخي لك شرف ولك الفخر. مفترض انهم يزيدوا يدفعوا يعني والله مليون و500 هذا ما الفلوس وسخ. الفلوس وسخ يا اخي حرام عليك. يكفي ان هذا الرجل رضي وتنازل وتسلف منك. ايش فيك تتفرج لي كذا؟ انا ابو اسامه. نعم. انه هذول يزيدوا يدعموا في اي وقت نحتاج انهم يدعموا. يعني قول له كل عليهم فرض. اسمع في ايش صرفها. الرجال راح يزور الاولياء، راح خليه يلتزم. خلاص خلاص الله يسامحه. خلاص لا لا خليه يلتزم. يلتزم انه يدفع. انت ايش دخلك انت قدك مدير القيس؟ خلاص ايش ناقصك شيء ولا؟ نعم وقت ما نحتاج وقت ما هذا المفروض انه يدفع. سلفك غصبا عنه. وما يطالبش ما يطالبش لما اقسم لك بالله لو ترفع نظرك له بس يعرف انك ضايقته خليه ياخذ راحته. هؤلاء من اولياء الله. هؤلاء خليه يلتزم انك تسلفه. خليه يلتزم. اكتب يلا اكتب الان التزام على نفسك انك مسامح. ماشي اسامح لحين ما يصلح. اي حين اي حين اي حين ما يصلح. الحين ما جاء الحين ما تسهل حتى بعد 100 سنه. تمام. واكتب ما شفت تكتب غصبا عنك. بسم الله. بسم الله. الله لا دخلك عنك ولا عدخل. وقع وكتب اسمك.
توقيعي ما هو اسمك؟ عمر. اسمك عمر؟ ابو لا لا ابو عمر ما ارتحت لك. هو ما ارتحت لك. انا اسمي ابو عمر. اسمك عمر. دخل ام الحسن يا اخي. هو بيني سماني ما وش انا دخل ابوه. اصبر. وين ابوه؟ انا ما اسمي عمر. هو اسمي الشهره. اي اسمك طيب؟ حسين. حسين من؟ بدر الدين. بدر الدين من؟ الحوثي. انت؟ ايوه. الله شنو ابو الحفظ؟ يزبج هانا يا يزبج. قم كذا شاشة اكتبها. اي من العسكري هذا ذي شنو؟ خلاص شنو شنو يلا؟ شنو ذي؟ هذا ابي بالله. هذا المجنون. خلاص انا ساجل بنفسي. تجلس ما لك. وبيقول لي العدل اساس الحكم. ما نشتري والعباد اساس الحكم. العدل على عينك والعماد فوق راسي. يلا تمام. يلا. الله أكبر. الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. غاغا ومفراغا. بس يكفي إلى هنا. يكفيكم بكاء إخوة الإسلام. كفى غرلغج. يكفي. سأحكي لكم قصة سيدي. عندما كان يمشي في شارع فرأى بيتا فطرأت في رأسه ونمارق مريت جنب أبواب البيت. بتل كانوا دكانوا أبوابه دقيت ما في حد في البيت. رجع دخل له المهم فكان دخل إلى هذا البيت يبحث عن زاد عن أي شيء يرمق سطره الباهت اللذيذ. ما هو الباهت اللذيذ؟ والله ما لي علم. على العموم دخل إلى البيت يبحث ها هنا وكانوا أهل البيت نائمون. فكان يمشي على رأس أصابعه سخللة. شنو سخللة؟ بهمسة الرأي ورقرقة البخللة. فذهب ومشى دلا 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 حتى دخل غرفة نوم وكان صاحب البيت قبحه الله نائما عليهم ما يستحقون شابعا راويا. ها وصاحبنا لا يجد حق قيمة تلفون آيفون. فقال له فذهب وبحثها هنا وها هنا حتى استمخج الذهب واستمخج الفلوس. وبينما هو خارج عشتي يعرف علش بكيتو عشتي يعرف علش بتبكو. أصح يا جن لا ما أحكي القصة. أنا إذا بكيت أبكي قد أنا داري تمام بس يلا. فعندما كان خارجا من البيت دق بيده. شنو دق؟ كده ها؟ ايش اسمها هذه؟ مزهري. يا مزهري. فالمزهرية هذه انتذقت الى الارض وسمع صاحب البيت يبكى. عزت عليك الله. فإذا به اصبروا فإذا به يصحو من منامه ويصيح بأعلى صوته يا حسين. مو هذا حسين صاحبنا؟ حسين ولدي. فضلع لك حسين. شنو ضلع؟ اي صعد الى الغرفة حق النوم والاب داغش بحلول. شنو الحلول؟ هذا يسمى الحلول كما جاء في حديث السرعوب بن دبلبوب انه سمع جده يقول
من مسك بحلول أي شخص حتى لو هو سارق فجزاءه النار يا سارق ابن سارق. فجاء حسين وأبو حسين لا لم يجي حسين ذكرت لم يجي حسين دغشوها الاثنين فكان صاحبنا يصيح يا حسين زين طلع لحسين وهذا وانما الثلاثة بالشعار فكان يصيح يا حسين دلالك الوحش فكان حسين يا ابي خلافة صلوا على محمد وآل محمد لما عش اللغاية هذا قلنا صلوا على آل محمد اختصار الوقت اللهم صلي على آل محمد أحسنتم. يا ولدي يصلحك الله مش وقت ما نبالي ما نبالي ما نبالي ما عاد لقينا ايش ناكل ولا لقينا عمل ولا لقينا وظائف ولا لقينا شيء اتقوا الله ما نبالي ما نبالي ما نبالي طيب واحنا عن مجهور ما عاد لقينا لا عمل ولا وظائف ولا عاد استرنا نشتغل المؤسسات الخاصة غلقت السفارات نقلت وانتو كلكم ما نبالي ما نبالي اشتي تبالوا ولا مرة الله يسيبكم الله لا وفقكم ما تبالي انت طبعا ما تبالي بس انا اتضررت من هذه القضية طاحت اموالي ومستقبل عيالي لجل حربك والبرع والهوشالية المشاكل خسرتنا كل غالي واليمن بينتهي باقي شوية الشمالي واليمن شرقي وذي في المغربية
القهوة النكالي أنت تزميل والمقاتل الراعية الله لا وفقكم جيفتوا بنا كنوا تغسلوا قبل ما تسووا بنا وبعد ما تسووا بنا الله لا وفقكم اف من يقبل بحوثي في كل الوزارات في شارع وحارات في كل القرارات والطارف يقول هات بحوثي طابان كل العنصري ابني مقري من يقبل بحوثي طابان والحوثي مصمم طابان والقاتل مهنجم طابان والسارق معلم طابان ما واحد يقول بوم طابان والعالم حرف يا السبع العجف يا اصحاب الصراخات طابان والمسكين خاف من حفلة كتاف يا اصحاب الشعارات